بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تكرو فيكسر. إخواني، اليوم سوف نقوم بشرح هذا الموقع الرائع جدا، موقع جي اس ام أرينا. هذا الموقع فهو يعطينا خصائص الهواتف، جميع خصائص الهواتف النقالة الموجودة بالعالم. كما ترون هنا فهو يدعم العديد من الشركات مثل سامسونج وأبل وإلى آخره من الشركات العالمية الخاصة بالهواتف. إذن يا إخوتي، على بركة الله، فما علينا سوى الدخول هنا. كما ترون، إذا كنت تريد مثلا البحث عن أجهزة سامسونج، فما عليك سوى الضغط هنا سامسونج، ستظهر لك جميع الهواتف الأخيرة من سامسونج. كما ترون هنا A24، F54، A14، يعني هذه الهواتف الأخيرة التي خرجت من شركة سامسونج. ثم هنا أبل، سوف نبحث عن أجهزة أبل من الآيباد والهواتف والسواتش، الساعات كما ترون هنا. نعم، إذا إخوتي، مثلا تريد، إذا كنت تريد شراء هاتف جديد وتريد مقارنته ببعض الهواتف الأخرى، فما عليك سوى الضغط هنا. مثلا سوف أقوم ببحث عن هاتف شاومي. إذا كنت تريد تعرف اسم الهاتف، فما عليك سوى البحث هنا. مثلا أريد البحث عن هاتف سامسونج جالاكسي، سوف تقوم بعمل أو كتابة سامسونج جالاكسي A73 مثلا هنا، وتضغط عليه، سيعطيك جميع الخصائص الخاصة بهذا الهاتف هنا. كما ترون سامسونج جالاكسي A73 5G، يعني من الجيل الخامس، وهنا بعض الخصائص الموجودة له، فمثل أنه أندرويد 12 والسعة الخاصة به إلى آخره. من هنا الشاشة، حجم الشاشة والكاميرا، ثم الرام الخاصة به والبطارية، وهنا الخصائص الأخرى مثل خصائص النيتورك والديسبلاي إلى آخره من الخصائص، والبلاتفورم. البلاتفورم فإنه أندرويد 12 ومن عائلة الكوالكوم. ثم الميموري فهو يأتي ب 28/6، 28/8، ثم 256/8. ثم هنا الكاميرا الأمامية الرئيسية، عفوا الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى الكاميرات الأخرى 12/5/5، فهو يأتي بأربع كاميرات كما ترون هنا. ثم الكاميرا السيلفي الخاصة بالسيلفي فهي 32 إلى آخره من الخصائص. ثم البطارية، سعة البطارية والشحن 25 فولت. وهنا بعض الأثمنة الخاصة بهذا الهاتف في المتاجر العالمية، تقوم بالضغط هنا، يقوم بإظهار هذه النافذة الجديدة كما ترون، فهذا 73. بالنسبة للثمن، بالنسبة لليونايتد ستيت بأمازون وهذه المتاجر، ثم علي إكسبريس وهذه المتاجر العالمية. الميزة الأخرى، سوف أعود إلى A73، ميزة أخرى وهي عمل مقارنة هذا الهاتف بهاتف آخر. ما عليك سوى الضغط هنا في كومبار كما ترون كومبار، ثم تظهر لنا هذه النافذة، بها يمكنك عمل مقارنة هذا الهاتف بهاتفين آخرين، يعني مقارنة لثلاثة هواتف مرة واحدة. سوف أقوم مثلا بمقارنته مع هاتف، مثلا هاتف شاومي ريدمي نوت 12. هنا سوف نقوم بمقارنته مع مثلا أوبو. يمكنك اختيار الهواتف التي تريد مقارنتها. اذا كما ترون فهنا يعطينا مقارنة، يعني كل هاتف والخصائص الموجودة تحته. وكما ترون هنا بالنسبة للنتورك، هنا مقارنة للنتورك الخاص بجميع الهواتف، يعني ثلاثة هواتف. وكما رأينا بالنسبة للديسبلاي الشاشة، هنا سوبر أمولاد، أمولاد، ثم هنا أولاد إلى آخره من الخصائص الرائعة جدا. والكاميرا كذلك، مقارنة كاميرا، مقارنة الكاميرا السيلفي، مقارنة البطارية والأثمنة. هنا كما ترون توجد الأثمنة الخاصة بالهاتف، الديزاين الخاص بالهاتف وإلى آخره. إذن هنا المجموعة من الخصائص الرائعة جدا.
يعني إذا كنت تريد شراء هاتف فما عليك سوى الذهاب إلى هذا الموقع والبحث عن الهاتف الذي تريده وعمل مقارنة له مع هاتف آخر إذا كنت تريده كذلك، ثم الاختيار المناسب لك. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الشرح، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.